نشرة الأخبار من قناة تونسنا وإليكم العناوين. المهدي جمعة يؤكد أن الهدف من زيارته لفرنسا كان ترويج لصورة تونس الجديدة. جلسة الحوار الوطني لم تتوصل إلى الحسم في مسألة التزامن أو فصل الانتخابات التشريعية والرئاسية. هيئة الدفاع عن البراهم تتقدم بطلب تحجير السفر على لطفي بن جد وعلي العريض. قتل وجرح في أول يوم للانتخابات التشريعية العراقية، والمالكي يؤكد فوزه في الانتخابات. أهلا بكم. أكد رئيس الحكومة المؤقتة المهدي جمعة خلال ندوة صحفية عقدت إثر وصوله إلى تونس صباح اليوم بعد الزيارة الرسمية التي أداها إلى فرنسا، أكد أن هدف الزيارة كان ترويج لصورة تونس الجديدة في إطار التكامل مع المحافظة على هيبة الدولة، وشدد جمعة على أن التعاون مع فرنسا يأتي في إطار التكامل، منبها إلى أنه لن يسمح بأن توصف زياراته للبلدان بهدف البحث عن الدعم أو الإعانات، لأن هذه الزيارات غاية والتعريف بالعلاقات السياسية والاقتصادية الجديدة. توجت الزيارة الرسمية التي أداها رئيس الحكومة المؤقتة المهدي جمعة رفقة وفد حكومي وعدد من رؤساء المؤسسات بإعادة إرساء شراكات وبناء مستقبل علاقات مع فرنسا قائم على التنمية المشتركة، حيث تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على تنظيم مؤتمر اقتصادي في تونس يكون بمثابة موعد هام لاستقطاب الاستثمارات. حاجتنا بدعم استثماري كبير، كما قلت لكم الفكرة اللي تكونت كونها ندوروا من بلاد لبلاد طالبين الإعانة، هذه باش نوضحها لآخر مرة، ما حبيش نتكلم فيها في السابق. احنا نمثلوا دولة، دولة تحترم نفسها، عندها أصالتها، كي تبدأ في المنصب هذايا إنسان يحترم نفسه مشيش يطلب إعانة في أي مكان مشينا. كنا نوضحوا الصورة في تونس، نوضحوا لي بيرسبكتيف يعني الآفاق الكبيرة اللي موجودة في تونس، نحكيو على المشاكل. حبينا نقولوا للعبد الكل اللي تونس تستعيد هدوءها ونشاطها الاقتصادي، وحبينا زاد كيف اون غولونس، معناها دفع، إعادة دفع التعاون، ولكن في وجهة مستقبلية جديدة نحبوه تعاون اللي فيه التكامل اللي عارضينه على لي بارتنير نتاعنا الكل. هو اليوم تعاون بالتكامل، لا كو انتربريز، لو بارتناريا اي لو كو ديفلوبمون. من جهة أخرى، أفاد وزير الشؤون الخارجية المنجر حمدي أن الزيارة الرسمية إلى فرنسا تهدف بالأساس إلى إضفاء صبغة استراتيجية على التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الاقتصادي والأمني خاصة. علاقة استراتيجية في العديد من المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي وخاصة في المجال الأمني، بدعم تقديم دعم فني ولوجستي لتدعيم قدراتنا الأمنية والعسكرية، خاصة على الحدود التونسية الليبية. وبخصوص الملف الأمني، أكد جمعة أن تونس ستتلقى قريبا تجهيزات ومعدات أمنية جديدة من قبل فرنسا لمعاضدة القوات المسلحة التونسية في حماية الحدود ومكافحة الإرهاب. حكينا في ليزيكيبمون اللي باش ان شاء الله نتمكنوا منهم قريبا، وحكينا زاد كيما موضوع ليزيليكوبتير، فقدمنا في المجالات هذه. اما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، تم توقيع 3 اتفاقيات بين وزارة التعليم العالي التونسية والفرنسية بخصوص بعث محضنة للمؤسسات ترتكز على تكنولوجيات المعلومات الحديثة بهدف مزيد خلق فرص العمل لفائدة حاملي الشهادات العليا. تم خلال زيارة السيد رئيس الحكومة لفرنسا التوقيع على 3 اتفاقيات، الأولى لإحداث في تونس محضنة للمشاريع، الاتفاقية الثانية صارت بين المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس لينيت وناظرتها في باريس مدرسة لينستا في خصوص برنامج تكوين مندمج، والاتفاقية الثالثة هي تخص المركز الوطني للطاقة في باريس مع نظيره في تونس لتبادل الخبراء والخبرات في ميدان الطاقة. لم تتوصل جلسة الحوار الوطني صباح اليوم للاتفاق حول الخلاف الحاصل في الفصل أو الجمع بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المولي الجندوبي أنه سيتم الاستعانة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهذا الخصوص.
لم يتم الحسم بعد خلال جلسة الحوار الوطني في المسألة الخلافية المتعلقة بالتزامن أو الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية ليقرر الفرقاء السياسيون تشريك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للحسم في هذه المسألة. الفرقاء السياسيين اتفقوا على أساس وأنه لابد من الاستئناس مرة أخرى بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل ربما بعض الأفكار خاصة منها اللوجستيكية والفنية، وهذاك علاش باش نزيدوا نعملوا جلسة أخرى بحضور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبحضور كذلك رؤساء الأحزاب للحسم السياسي فيما يتعلق بالفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية وأيهما تسبق الرئاسية أم التشريعية. هنالك إشكاليات دستورية، والدستور ينص على أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية على حد سواء يجب أن تكون في 2014، وتنظيم الانتخابات منفصلة سيحتاج إلى وقت ربما طويل. على أي حال نحن نطلب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تقدم مقترحا في الجمع والفصل. من جهة أخرى قال الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي أن صدور القانون الانتخابي بشكله الحالي لا يمثل سوى من أصدروها وليس محل توافق على حد قوله. نحن هنا في الحوار الوطني نعتقد أن هذه القضايا لم تحسم بعد، مثل العتبة والتزكية والإقصاء وتصويت الجنود معناها والأمنيين. نعتقد أنهم الآن هم مضون إلى التصويت هذا المساء وإنهاء معناها القانون الانتخابي، وهذا معناها من قبيل فرض الأمر الواقع، وبالتالي إذا كان صدر القانون الانتخابي بهذا الشكل فهو لا يمثل إلا الذين أصدروه وفق ميزان قوى معين داخل المجلس الوطني التأسيسي وليس محل توافق مثل بقية القضايا الأخرى. أكدت اليوم هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي خلال ندوة صحفية أنها تقدمت بطلب يقضي بتحجير السفر عن رئيس الحكومة السابق علي العريض ووزير الداخلية لطفي بن جدو وعدد من المسؤولين الأمنيين، إضافة إلى فتح تحقيق معهم وفقا لمقتضيات قانون الإرهاب. هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي توجهت باتهام اليوم لقاضي التحقيق المتعهد بقضية الاغتيال بالتواطؤ والتعامل بسطحية مع القضية بهدف طمس معالم الجريمة التي رجحت أن تكون هناك أطراف أجنبية قد شاركت فيها. الكشف نتاع الهواتف المكالمات الهاتفية، مسح مسرح الجريمة، القيام بالاختبارات على جنود الأسلحة وعلى الرصاص، اختبارات أيضا على هواتف جواله، هذه كلها إجراءات تم الإذن بها من 27 جويلية 2013 إلى حد الآن نتيجتها ما نعرفوهاش. أكثر من مؤشر يدل على أن هذا الملف هو ملف استخباراتي بامتياز، ومش حتى استخبارات محلية، استخبارات أجنبية. أولا أنه هذه الطريقة، طريقة الاغتيال هذه بالرصاص، تلتجئ إليها الجهات الاستخبارات الأجنبية، والجميع تجارب الدول في العالم تؤكد هذا. كما أكدت هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي أنها تقدمت بطلب لمحاكمة عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين على رأسهم رئيس الحكومة السابق علي العريض ووزير الداخلية لطفي بن جدوى، متهمة إياهم بالتستر والمشاركة في عملية الاغتيال، مطالبة بتحجير السفر عليهما. طلبنا منه توجيه تهم على القادة الأمنيين المتواجدين بوزارة الداخلية، واللي هما كانت موجودة عندهم معلومة استهداف المرحوم محمد البراهمي منذ 12 جويلية وما قاموش حتى بإجراء لحمايته أو وقاوته، وبتنكبهم هما وعدم قيامهم بالإجراءات القانونية لحمايته، فانهم يصبحوا مشاركين في جملة الجرائم الإرهابية موضوع التتبع، ويصبحوا أيضا متهمين بجريمة الامتناع عن محظور. هذا وهددت هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي بتدوير القضية في صورة عدم التماسها الجدية في الكشف عن الجنات المتورطين في اغتيال البراهمي. أكد وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح خلال ندوة حول التدابير الاحتياطية في مرحلة التحقيق والمتعلقة بتحجير السفر والإيقاف التحفظي، أكد أن عدد المحكوم عليهم بالسجن بلغ 10,000 موقوف، في حين بلغ عدد الموقوفين 13,000 شخص، وهو ما يتطلب مراجعة التدابير والإجراءات في هذا الخصوص خاصة المتعلقة بتحجير السفر على رجال الأعمال.
بين تطبيق القانون وحماية النظام العام وبين حماية حقوق الأفراد من جهة أخرى، معادلة صعبة طرحت اليوم للنقاش خلال يوم دراسي يتعلق بالتدابير الاحتياطية في مرحلة تحقيق تحجير السفر والإيقاف التحفظي. وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح أكد أن الإحصائيات تفيد بأن عدد الموقوفين يفوق بكثير عدد المحكومين بالسجن. محكوم عليهم يعني في السجن هما 9800 يعني قرابة 10000، وعدد الموقوفين اللي يستناو يعني في المحاكمة بتاعهم نلقاهم 13000، يعني الموقوفين أكثر من المحكوم عليهم. حبيت نشير أنه الأرقام هذه هي أرقام بالتأكيد صحيحة في خصوص 9800 موقوف بصدد قضاء العقوبة السجنية، بقينا بالنسبة ل 13000 الموقوفين هنا يلزم أن نحدد أن الرقم هذا راه يشمل جانبين، فما ناس موقوفة صحيح بنظام الإيقاف التحفظي اللي هو مسؤول عليه قضاة التحقيق ودوائر الاتهام، لكن فما جانب كبير اللي هو يكون موقوف بموجب بطاقات إيداع مباشرة من السادة وكلاء الجمهورية والمساعدين. ولهنا هذا هو التمييز اللي حبيته يصير على أساس أنه 13000 هذوما ما يتحسبوش الكلهم كرقم على قضاء التحقيق وعلى المرحلة الاستقرائية. تحجير السفر على رجال الأعمال كان من بين النقاط التي تم التطرق إليها خاصة حول التداعيات الاقتصادية لذلك. عندما نتحدث عن الحريات والضمانات نتحدث عنها بالنسبة لكل المواطنين وكل فئات المجتمع، يبقى كونه ربما بعض الفئات معنية أكثر ب بعض التدابير، لأنه مثلا تحجير السفر ما عندوش نفس الوقع بالنسبة ربما للمواطن العادي اللي يقوم بالنشاط متاعه في تونس ومن بين رجل ربما عنده مصالح في الخارج. احنا طلبنا معناه يصير تفسير مفهوم رجال الأعمال. أنا نقول هو صاحب المؤسسة، هو صاحب العمل، هو اللي يخلق في الثروة البلاد، هو اللي ينتج، هو اللي يشغل في الناس. موضوع هذا حكينا منذ بداية الثورة واحنا نحكيه عليه، ظهر لي وكنت معناها في الكلمة بتاعي كنت واضحة 3 سنين يعني طويلة برشا، نعرفوا احنا الدستور بتاعنا واضح في حرية التنقل. هذا وقد شارك في هذا اليوم الدراسي عدد من القضاة والمحامين ومن مكونات المجتمع المدني للأخذ بعين الاعتبار مختلف المسائل القانونية والاجتماعية المتعلقة بتحجير السفر والإيقاف التحفظي. في آخر استطلاع للرأي قام به معهد إمرود كونسلتينج لشهر أفريل الجاري، حقق رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة أعلى نسبة رضا سجلت منذ الثورة عن أداء رئيس حكومة، فيما احتل الباجي قائد السبسي وحزبه المراتب الأولى في نوايا التصويت. في آخر استطلاع للرأي قام به معهد أمراض كونسلتينج لشهر أفريل الجاري، ارتفعت نسبة الرضا عن مردود رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة لتبلغ 62.8%، وهي أعلى نسبة يحققها رئيس حكومة منذ قيام الثورة، بينما تراجعت نسبة الرضا على مردود كل من رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر مقارنة بالشهر الفارط. وفيما يتعلق بنوايا التصويت للأحزاب السياسية، احتلت كالعادة حركة نداء تونس الصدارة بنسبة 23%، تلتها حركة النهضة بنسبة 17.2%، ثم الجبهة الشعبية بنسبة 4.3%، فيما تحصل حزب التكتل على المرتبة الرابعة بنسبة 2.3%. هذا وقد احتل الباجي قائد السبسي المرتبة الأولى في نوايا التصويت للشخصيات السياسية بنسبة 19.7%، يليه حمادي جبالي بنسبة 5.2%، ثم علي العريض بنسبة 4.9%، فيما احتل قيس سعيد المرتبة الخامسة، والمرتبة السادسة كانت من نصيب الهاشم الحامدي، ثم المنصف المرزوقي في المرتبة السابعة وراشد الغنوشي في المرتبة الثامنة. وأجمع 59% من المستجوبين على أن الأوضاع الاقتصادية بصدد التحسن، فيما أكد 49.6% على أن نسبة الخطر الإرهابي في ارتفاع خلال شهر أفريل الجاري. وحول نسبة التفاؤل والتشاؤم، أجمع 80.9% من المستجوبين على تفاؤلهم من الوضع الحالي في تونس، في حين عبر 16.7% عن تشاؤمهم.
إلى صفحتنا العالمية، وفي العراق قتل اليوم نحو 3 أشخاص وأصيب نحو 20 آخرين بجروح في سلسلة هجمات بقذائف الهاون والعبوات والأحزمة الناسفة استهدفت مراكز اقتراع في مناطق متفرقة من البلاد، فيما دعا رئيس الوزراء نور المالكي العراقيين إلى التصويت بكثافة في أول انتخابات تشريعية منذ الانسحاب الأمريكي مؤكدا فوزه في الانتخابات. أنا أدعو بهذه المناسبة جميع الشعب العراقي أن يذهبوا بكثافة إلى صناديق الانتخاب، لأن من يشارك في الانتخاب من حقه أن ينتقد وأن يحاسب وأن يراقب، ومن لا يشارك يسقط حقه، وأنا لا أريد لمواطن أن يسقط حقه في المراقبة والمتابعة والمحاسبة للذين ينتخبون إلى مجلس النواب. أتمنى أن يكون الإقبال كثيفا وأن يكون الاختيار حسنا، وإن شاء الله سنفرح جميعا بنجاح الانتخابات. بهذه الكلمات دعا رئيس الوزراء العراقي نور المالكي عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات في بغداد، دعا العراقيين إلى التصويت بكثافة في أول انتخابات تشريعية منذ الانسحاب الأمريكي في 2011، انتخابات يسعى من خلالها المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 إلى الفوز بولاية ثالثة. ويتنافس في هذه الانتخابات نحو 9039 مرشحا أملا بدخول البرلمان المؤلف من 328 مقعدا، وعلى أمل الخروج من الواقع الدامي يتوجه اليوم أكثر من 20 مليون عراقي إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم رغم التهديدات الأمنية متحدين موجة العنف التي وصفت بالأسوأ منذ سنوات. وبالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة لتأمين العملية الانتخابية والتي يشارك فيها 30,000 عنصر أمن لحماية 500 مركز انتخابي، إلا أنه قتل اليوم 3 أشخاص وأصيب نحو 20 آخرين بجروح في سلسلة هجمات بقذائف الهاون والعبوات والأحزمة الناسفة استهدفت مراكز اقتراع في مناطق متفرقة من البلاد. وكان العراق قد شهد موجة تفجيرات انتحارية يوم الاقتراع الخاص بالقوات المسلحة الاثنين الماضي، وتفجيرات إضافية يوم أمس الثلاثاء قتل وأصيب فيها العشرات. ويشار إلى أن أكثر من 750 شخصا قتلوا منذ بداية الشهر الحالي في أعمال العنف اليومية في العراق استنادا إلى مصادر عسكرية وطبية. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.